باجي هون مرات مع طلوع الفجر، لازم قبل ما تطلع الشمس اكون هون لاستنى، لانه طبعا كمين هذا، وبستنى الطير اللي معني فيه سواء البط او طير معين، لمرات بقعد 3-4 ساعات هون في الوضعية هاي ليجي، مرات للأسف ما بيجي. بس استنى، هاي شايف هذا أزرق الزور، خليني ثاني. بس طبعاً المناخ كمان أثر كتير علينا السنة هاي، للأسف ما كان في شتاء، خلص شهر 11 لو فترة تجري الطيور، فالطيور كتير بتيجي على الأغوار وبتحاول تطلع من يعني تيجي على الأغوار عشان الدفا والمطر، ما أجا مطر فما قعدت في الأغوار، يعني قعدت فترة قليلة وهاجرت للأسف، كملت طريقها، فخسرنا كتير أنواع من الطيور هاي السنة.